مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من بغداد المختص بشؤون المياه والانهار السيد هيثم الخزعلي. اهلا بك سيد هيثم. بدايه، ازمه مياه تثير قلق الشارع العراقي، لا سيما بعد تصريحات وزير الموارد المائيه الاخيره. فيما تتمثل الازمه فنيا برايك؟ ابتداء مرحبا بكم وبقناتكم الكريمه ومستمعيكم الكرام. هذه أزمة المياه هو موضوع قديم يسمى بمشروع جنوب كفلة نابول. نعم، عفوا الصوت واضح. أسمعك سيد هيثم. مشروع جنوب شرق نابول يتضمن بناء 22 سد، وهذه 22 سد تقع عليها 28 محطة كهربائية، وهي مشروع رائد في عملية التنمية داخل تركيا. أعلن عن هذا الموضوع قبل أكثر من 20 سنة. نعم. وإجمالي الفترة اللازمة لملء هذا السد خصوصا سد أليسو هو 3 سنوات. كان بإمكان الحكومة العراقية أن تقوم ببناء سدود وملء خزانات لتوفير النقص الحاصل في حصة العراق. كان بإمكان الحكومة، ولكن لماذا لم تفعل هذه؟ لماذا لم تتجه لتنفيذ هذه الخطوة؟ طبعا هناك عدة أسباب لعدم تنفيذ هذه الخطوة. الأول هو التقصير والإهمال، وهذا أمر لا يمكن نكراني في هذا الموضوع، خصوصا تصريحات وزير الموارد المالية بالأمس يعني تعكس حالة من اللامبالاة وعدم الوعي وإدراك خطورة الموضوع، بالإضافة إلى الأزمات السياسية والعسكرية التي مر بها العراق والتي عرقلت مشاريع التنمية، إضافة لوجود نظام المحافظة السياسي الذي يجعل القرار السياسي العراقي متلكئ ويجعل كل جزء من الأحزاب والمكونات العراقية يعمل لمصلحته ومصلحته الخاصة فقط. نعم. وبالتالي إهمال البعد الوطني في كل المشاريع والقرارات المتخذة، إلى أن وصل الأمر إلى هذه الأزمة. كان من الممكن بناء سدود وخزانات. حصة العراق من المياه 20 و95% مليار متر مكعب سنويا، الآن انخفضت وبشكل مفاجئ إلى 9.5 مليار متر مكعب، بما يعني أن نسبة الانخفاض هي 55%. وهذا يؤثر على الفروع وغواضع التي تأخذ من نهري دجلة والفرات، وبالتالي قد تنقطع المياه في الأغذية والنواحي البعيدة عن مراكز المدن. سيد هيثم، إذا سمحت لي، وزير الموارد المائية حسن الجنابي قال بأن الحكومة التركية أبلغت العراق بتشغيل سد أليسو قبل 6 أشهر من تشغيله، وكذلك في وقت سابق نفس الوزير هاجم أحد الصحفيين الذي انتقد الأزمة المائية وقال بأن هناك ربما مؤامرة على العراق، يعني حاول أن يتملص من هذا الاتهام وحاول أن يعود بالهجوم على هذا الصحفي. قضية التهرب من المسؤولية، هل ترى أن السياسة المائية لحكومات ما بعد 2003، الوزراء إن كان أو الحكومات بشكل عام، كان لها دور في مفاقمة هذه الأزمة؟ طبعا هذه الأزمة يتحمل مسؤوليتها كل الحكومات المتعاقبة على العراق والتي لم تتخذ أي إجراء. تهرب الوزير من الصحفي لا يرفع عن كاهله المسؤولية، وموضوع سكوته وعدم اتخاذه أي إجراء، خصوصا أن فترة الوزارة هي 3 أو 4 سنوات وهي فترة كافية، والمشروع معلن عنه منذ أكثر من 20 سنة. فموضوع وجود مؤامرة أمر واضح، وكما تعلم أن كل دول الإقليم لديها تدخلات في العراق ولها رجال، وهذا الموضوع ربما تم التواطؤ به مع بعض المسؤولين العراقيين، مثل موضوع خور عبد الله الذي قبض بعضهم اموال مقابل التنازل عن حقوق العراق في هذا الخور، ومباركه انشاء ميناء مبارك. الحقيقه اي مسؤول يقصر في عمله لصالح دوله مجاوره ويضع ألف سؤال حول وطنيته وحول مسؤوليته وحول جدارته بالمنصب. سيد هيثم، في سؤالي الأخير لحضرتك، ما الذي يمتلكه العراق الآن للحد من تفاقم هذه الأزمة أكثر؟ طبعا هم يتحدثون عن وجود مياه كافية للشعوب، وأن المشكلة هي في المياه
المستخدمة للزراعة، أعتقد أن هناك العمل لابد أن يتم باتجاهين، اتجاه طوارئ وعلى المدى التكتيكي السريع واتجاه استراتيجي طويل المدى. نعم. على المدى السريع لابد من نصب محطات تحلية مياه واستيراد معامل ونصبها على الخليج وتحلية مياه البحر وبقى المياه إلى المدن والمناطق العراقية واستثمار المياه الجارية في النهر والتي هي نصف وأقل من نصف كمية العراق التي كانت تتدفق إليه من تركيا، استخدام هذه الكمية في الزراعة واستخدام المكنة الحديثة بالرش والتقطير وعدم هدر المياه في العملية الزراعية. لابد من بناء سدود بشكل سريع على نهايات شط العرب لمنع تدفق المياه في الخليج، والشروع ببناء سدود تصاعدية من البصرة إلى حتى منابع فوق شمال العراق وحتى للموصل لتعطيل سير المياه ورفع منسوب مياه النهر بما يكفي لتزويد هذه المناطق والمدن بحاجاتها. هناك دواء ضغط، تركيا لديها 30 مليار دولار تبادل تجاري من العراق، بإمكان العراق أن يستخدم هذه الورقة للضغط، بإمكان العراق أن يتفق مع السعودية التي حاليا في تنافر مع تركيا وفتح طريق الخط الاستراتيجي إلى البحر الأحمر ونقل صادرات العراق من النفط والغاز من تركيا إلى المملكة العربية السعودية. وأعتقد أن من المشروع أن نقوم بكل ما يحقق مصالحنا. شكرا جزيلا سيد هيثم الخزعلي المختص بشؤون المياه والأنهار، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.